طب ده رأي نسرين، تفتكر الأستاذ أسامة أنور عكاشة لو كان عايش كان هيقول إيه؟ كان هيبقى سعيد بالمسلسل؟ أو كان كتبه هو يعني كان أتمنى إنه هو يكون سعيد. إيه رسالتك لي؟ ياه ده سؤال كبير قوي، سؤال كبير قوي يا لميس، لأنك بتعمل مسلسله يعني أنت بتعمل مسلسله بعد قرابة إيه 10 سنين من رحيله تقريبا. حديث أسامة أنور عكاشة أو حديث اللي زيه ينفع الناس، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فحديثه وحديث اللي شبهه ينفع الناس، فكل ما دورنا في سيرة الكبار دول أولا هنتشعلق فيهم ونحاول نبقى كبار زيهم كلنا. أنا طبعًا بتكلم علينا طبعًا كلنا طبعًا في كل المجالات. يعني لو المهندسين يتشعلقوا في حسن فتحي يبقى شيء عظيم، لو العلماء يتشعلقوا في الدكتور محمد غنيم ربنا يديله الصحة أو طولة العمر أو الأطباء يعني يبقى شيء عظيم. يعني لو اتشعلقنا في كل، لو الفنانين يتشعلقوا في سقف كبير قوي 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 زي يوسف شاهين يبقى شيء عظيم. خالد النبوي سعيد بأنه بليغ أبو الهنا هو واحد من الشخصيات الكتيرة المهمة اللي هو يعني أضافها للبورتفوليو بتاعه. لو البورتفوليو بتاعك فيه ناس كتيرة قوي، في أسماء كثيرة وأسماء مهمة، بليغ أبو الهنا يعني واحد أنت سعيد بيه بعد ما خلصت المسلسل؟ أكيد أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا الفضل، ويعني بحمد ربنا برضو لأن مش عارف أقولك الأحاسيس بالظبط إنه بعد رحيل أستاذ أسامة ب 12 سنة أعمل شخصية من شخصياته، وشخصية مش عادية، شخصية ساحرة. وأشكر الناس لأن هي اللي ادت لبليغ هذا الاهتمام واستقبلته كده.